نحن طريق شوقنا يا داب بدأ معاكم في مشوارنا الصباحي من صباح الشروق، وبداية المشاوير نبدأها مع جامعة الخرطوم كلية طب الأسنان، وهم بيقيموا واحدة من الأشياء الجميلة، واحدة من المبادرات اللي بتفيد الوطن وبتفيد الإنسان السودان عموما، وواحدة من الحاجات اللي بتحمد لهم إنهم دايما مبادرين ودايما بنلقاهم في الأمام، لكن كونهم يقيموا قافلة طبية صحية لروح الفقيد مسجل كلية الطب الأستاذ حماد عبد الجبار، دي كانت لمسة جميلة منهم. ونحن اليوم عايزين نتكلم ونشوف القافلة دي ومودينا لوين وتسييرها كيف وتمويلها حيبدأ من وين وكيف بدايتهم لها إن شاء الله، وحتستمر لمدة كم يوم. سعيدين تكون معنا ضيفتنا دكتور محمد نائب رئيس قافلة الفقيد حماد عبد الجبار. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا، صباح الخير لكل المشاهدون الليلة. اهلا بك تبيان. دكتوره تبيان، دارين نعرف ذات القافله اللي انتم حتقيموها مستهدفين بها وين اول حاجه؟ ولايه البحر الاحمر ان شاء الله. ان شاء الله حنمشي 10 مناطق في ارياف الولايه. طيب، مناطق ريفيه ان شاء الله. اخترتوا ولايه البحر الاحمر ليه؟ هل مسجل كليه رحمه الله كان من البحر الاحمر؟ لا، مسجل الكليه من مواليد بربر. اخترنا ولايه البحر الاحمر لانه احنا هسي دي قافله الدفعه واحنا في سنه رابعه. كويس. فلما جينا من ما دخلنا الجامعه في تسير القوافل كثيره شديد، كانت بصوره سنويه او في السنه كان بيتم قافلتين. والقوافل استهدفت مناطق كثيره شديد، مشت تقريبا غطت اغلب ولايات السودان. طيب، بس الشرق ما مشوه. اخر قافله كانت للشرق كانت قبل 10 سنين، فاحنا قمنا اقترحنا نمشي بور السودان او الشرق تحديدا بور السودان. عشان كده، لانه اخر قافله توجهت لها كان طولت. دكتوره تبيان، غالبا قوافلكم بتكون عندها مسميات، ولا اليوم انتم سميتوا قافله الفقيد حماد عبد الجبار عشان هو توفاه الله كان في شهر 11 تقريبا؟ ايوه بالضبط، احنا القافله لما بدت هي قافله المستوى الرابع. نعم. حتى اللجنه لما تكونت سميناها قافله المستوى الرابع، بعدين توفى شهر 11، اللجنه كانت مكونه، قررنا انه نوهب القافله لروحه، ربنا يرحمه ان شاء الله. ودي يعني حاجه لفته كويسه، لانه هو اصلا مسجل كليه الطب واحنا طب اسنان، لكن هو روحه كانت بشوشه وكان بيقابل كل المجمع الطبي بصوره جميله شديد، وكان يعني انسان مرح معانا كلنا، فقمنا وهبنا القافله لروحه ان شاء الله. خلينا نشوف القافله ذات بدايتها حتبدا 200، يعني انتم نويتوا انكم تشدوا رحالكم 200 لبور السودان ان شاء الله؟ ايوه، القافله ان شاء الله تتحرك يوم 5 شهر 2 وبتجي يوم 12 شهر 2 اللي هي 8 ايام. حيكون في اليوم الاول سفر بس والاستقبال، ثاني بتمشي 10 مناطق، بتمشي 10 مناطق ايام 10 ايام علاجيه. القافله نفسها بتتقسم لجروبين، كل جروب بيمشي بيعمل 5 ايام علاجيه في 5 مناطق مختلفه، بعدين الناس بتجي راجعه. جميل. حتمشوا تشوفوا مشاكل الاسنان وكل زول، حتكون في علاجات مصاحبه للغافله دي، وخلينا من العلاجات، ذات العلاجات محتاجه دعم، منو اللي دعمكم في الغافله دي؟ ايوه، طيب يلا، احنا هسه حاليا عندنا وفد المقدمه هناك في بور السودان بيحاول يربط لنا المناطق، يشوف اكثر مناطق محتاجه احنا المفروض نصليها. وده كده بالنسبه لربط المناطق واكثر حتات محتاجه دعم. بالنسبه للدعم، بنطلع خطابات دعم من الرابطه، هي اصلا الجهه المنظمه للقافله، رابطه كليه طب الاسنان. نعم. جامعه الخرطوم. اللي هي عندها اصلا نشاط مكتب التثقيف الصحي، سكرتاريه التثقيف الصحي، بتطلع قوافل بصوره دوريه، فاحنا بنطلع منها خطابات دعم. ونوعين، خطاب دعم عادي، وفي خطاب بتاع رعايه بنطلعه للشركات الخاصه الحكوميه حتى الخيرين، يعني اي زول عايز يساعد في القافله بساعدهم. نعم. مستهدفين ولايه البحر الاحمر، ممكن تستهدفوا ولايات ثانيه؟ انت قلتي الناس مشت بس الشرق، لكن الشرق ما كبير جدا، احنا اذا قلنا شرق السودان، هل مسميات الغافله برضه ممكن تكون لروح الفقيد هو مسجل الجامعه دكتور حماد عبد الجبار؟ ايوه ان شاء الله باذن الله، يعني القافله اللي بتجي بعد ده ممكن برضه تكون ثاني لروح ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الكليه او الدفعه طب الاسنان الدفعه الرابعه انتم؟ ايوه الدفعه، احنا في سنه خلصنا السنه الرابعه، المفروض نبدا سنه 5 ان شاء الله. منو اللي حيمشوا معاكم من الناس اللي قدامكم مثلا، ولا انتم بس ناس الدفعه مسيرينها، ولا الكليه هي ذات عندها دور؟ يلا، لا، الكليه دي عندها دور كبير، انه هو انه ما بيمشوا الطلبه بس. بيمشوا معانا نواب اخصائيين واخصائيين او امتياز، اطباء امتياز. نعم. تمام، بيمشوا معانا، لازم يكون عدد كبير منهم معانا، بعدين بندي مقاعد للطلاب بحيث انه يعني نربط العلاقه بين الطالب وبين المجتمع وبين الدكتور والمجتمع. وطبعا طب اسنان يعني
قروشه كثيرة زي ما بيقولوا شديد. فبنحاول نقلل الحالة وتتقدم خدمات كثيرة بصورة مجانية إن شاء الله. واحدة من الحاجات المجانية مستهدفين منه من الفئات، يعني لما تسافروا بتكونوا حريصين أنكم تشوفوا الفئة معينة ولا بتكون مفتوحة ككل الغرب؟ يلا احنا لما مثلا خدينا انه احنا عايزين نمشي ولايه البحر الاحمر يا زي ما قلت لك في وفد بيسافر هناك من 4 إلى 5 أشخاص من شباب الدفعه بيمشوا هناك بيقعدوا مثلا مع وزير الصحه، مع والي الولايه، مع المنظمات الخيريه هناك. لا مستهدفين الفئه مثلا الشبابيه العمريه المتعففين مثلا ولا بس ككل يعني؟ يلا مثلا لما يحددوا لنا المناطق ديل يقول لنا والله المناطق دي مثلا ما فيها عيادات اسنان، ما فيها خدمات صحيه كويسه قاعده تتقدم، فاحنا خلاص بعد ما حددنا المنطقة ثاني اليوم بيكون مفتوح، يعني أي زول يجينا عايز خدمة معينة أو عايز علاج معين بيصل له إن شاء الله. نحن شايفين أطباء الأسنان هسه هم شغالين لنا في واحدة من الغوافل السابقة اللي أقيمت في الشاشة هي الآن واضحة عندنا، وشكلكم بتقيموا غوافل دورية في طب الأسنان. صحيح. هي بصورة سنوية في السنة بتكون من قافلتين لثلاثة قوافل. بتستهدف مناطق مختلفة من السودان. نسبة النجاح اللي قاعدين تشوفوها أو الفيدباك اللي بيجيكم كيف من والله الناس؟ أنا شخصياً دي أول قافلة أمسكها كنائب رئيس، لكن أنا مسكتها عشان الفيدباك اللي قاعد يجي سمح شديد إنه الناس دي بجد قاعد تعمل حاجة سمحة شديد، فقررت إنه أنا أشارك في الحاجة دي. يا سلام، التقويم داخل حيكون معانا في الغفلة دي ولا ما داخل معانا؟ لا التقويم تمام. ناس الأسنان عموماً غاليين جداً يا دكتورة تبيان. أي صح كلام صحيح. عشان كذا الناس بتفرح لما تجيهم غافلة صحية وطبية من طب أسنان تحديداً. بالضبط كذا، لما تكون حتى القوافل انا طلعت قوافل كثير بس كان ما بيكون في او ما بيكون فيها يعني الاسنان ما قاعده تكون كامله، فاول حاجه بيسالوا منا عندكم حشوات، عندكم ناس اسنان؟ فتخيلي الحشوات دي ابسط حاجه واقل حاجه صحيح ولا القلع عندكم بس انت سايل؟ والله اي حاجه في القافله بنقدم، اي حاجه، القلع، الحشوات، حتى الطقوم. ودي يعني كانت اول يعني جهة تنظم تقوم إنها تكون تتقدم في القوافل لأنها يعني تكلفتها كثيرة. دي مراحل متقدمة منكم بالزبط. لكن الطقوم ذاتها يا دكتورة تبيان محتاجة لتمهيد، يعني أنت مفروض تعملي مقاسات معينة، مفروض تعمل الحاجات دي كلها بتتم من خلال الغافلة، بتتم في القافلة. أيوه بالضبط، بتقدم يعني من 8 إلى 10 طقوم في القافلة الواحدة لأشخاص مختلفين. فيعني لأنها هي بتاخذ زي ما قلت لك البروسيس حق الوقت اللي بتاخذه طويل، فإحنا بنحاول نسلمهم الطقوم دي في وقتها. فدي كانت الرابطة أول جهة تنظم انه يكون في طقوم في القوافل. الغفله بتاعتكم بتكون شغاله صباح ومساء ولا بتكون زمن معين انتم كمان محددينه؟ ايوه احنا بنبدا الساعه 8 صباحا بنشتغل لغايه اذان المغرب، من 8 لحد المغرب. في مراكز بتكون مهيئه لكم، التيم اللي كان قدامكم في المقدمه هو بيهيئ المراكز، بيهيئ المراكز ويربطها ونشوف احنا حننتقل من هنا لهنا كيف وكذا. اسره الفقيد هي حتكون مصاحبه معاكم او انتم اخترتوها في انه نحن حنقيم غافله كده ب... طيب اول ما قررنا انه احنا زي ما قلت لك اللجنه كانت مكونه، ولما قعدنا انه احنا عايزين ان شاء الله نخليها لروح الفقيد حماد، استاذ حماد عبد الجبار، طوالي مشينا قعدنا مع اسرته واخذنا منهم الاذن انه احنا ان شاء الله حننسب القافله دي لروحه، فوافقوا ورحبوا جدا بالفكره. يا سلام، ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم، يجزيكم الف خير. ودي واحده من الاعمال الجميله ودي ابسط الاشياء اللي ممكن الطالب يقدمها لاستاذ يعني. أيوة. دكتورة تبيان حابة تقولي أي حاجة لمشاهدنا الكريم أو تقولي مثلا لبشرة لكل أهلنا في ولاية البحر الأحمر بورسودان؟ والله إحنا لغاية هسي لقينا ترحاب كويس جدا من الولاية والتنظيم ماشي كويس إن شاء الله، فبنقول لهم إن شاء الله نجي نقدم لكم حاجة يعني زي ما خطيتوها وزي ما متخيلين إن إحنا عايزين نقدمها، وإن شاء الله يعني نوفي بالوعد والحاجة اللي أنتم خطيتوها عننا إن شاء الله. احنا شاكرين ومقدرين لك، لكن بعدك حتكون ان شاء الله في قوافل مختلفه. رسالتك للناس اللي ذاتهم هم بينظموا القوافل وانت الان نائب رئيس القافله؟ رسالتي للناس اللي بيقدموا وبينظموا القوافل بعدنا انه ان شاء الله الحياه دي في الاول بتكون متعبه شديد، واحنا هسه يعني شايفين ان احنا تعبانين شديد، وزول يومه كله بيقعد ينظم في تفاصيل كثيره شديد، من سفر، من اقامه الناس، من الترحيل، من تفاصيل كثيره شديد، اللي هي القافله بتضمن 120 طبيب، فاحنا ال 120 طبيب بنكون هامين للحياه حيسكنوا وين وحياكلوا شنو كده لغايه ما يجوا راجعين، فلكن الزول بيكون في الاول تعبان وفي ستريس، لكن لما يمشي والقافله تتحرك ويشوف النتيجه حقتها والناس اللي تعالجت والناس اللي اخذت الطقوم بصوره مجانيه والناس اللي حصل اخذت العلاجات بصوره مجانيه والدواء بصوره مجانيه، بيشوف بجد انه هو عمل حاجه، فالتعب كله بروح.
يا سلام. بقول لهم يعني اخشوا في حياه زي دي وشاركوا فيها. نتمنى لكم رحله موفقه الله. وسعيده، رحله طبيه صحيه من اجل انسان السودان والرحمه والمغفره الله. لاستاذكم الفقيد حماد عبد الجبار مسجل كليه الطب، وشكرا لحضورك ووجودك معنا من خلال صباح الشروق. شكرا لك، جزاك الله. شكرا دكتوره تبيان محمد نائب رئيس قافله الفقيد حماد عبد الجبار اللي حتكون ان شاء الله لبور سودان، اقيموها كليه الطب من جامعه الخرطوم. بنتواصل مع كل الناس اللي بتتواصل معنا عبر هذا الصباح، وتواصلنا ابتدى ولسه متواصلين معاكم مع فقراتنا المختلفه. نمشي الكنترول ونرجع من بعده ونعاود من جديد، خليكم معنا.